وليش انت عم بتصور ولا؟ شكلي مثل الضابط؟ قبل ما تبلش تصور فكر منيح، لانه رح يكون هذا اخر فيديو. اذا شفتوا حدا عم بصور بتقوصوا عليه فورا. شو اخبارك عمي؟ انا خلص اخذت قراري، وقرارك ما له اي اهميه عندي، بس لسه معك وقت تفكر، واكيد القرار رح يكون لصالحي، ورح يكون كتير منيح اذا بتسلمني مهك وانت رضيان وبتزوجني اياها. واذا ما صار هالشي وقتها رح تضطرني ابعت رجال يخطفوا مهك من قدام عيونك، وما بقى تشوفها بعمرك. طول بالك، ما خبرتينا انت من وين كنتي بتعرفي هذا الشر؟ لا امرت عمي، صدقيني ما كنت بعرفه لهالشب من قبل. منيح كتير، انت ما كنتي بتعرفي ابدا، ومع هيك هو اجى لهون على البيت. يكون بعلمك انا بوثق ببنتي كتير. ايه اخي بعرف، انا بس كنت عم اسال مو اكتر.